يا هلا يا مية، هلا بطلابي طلاب الصف الثالث متوسط، اهلا وسهلا بكم بهاي المحاضرة المهمة جدا، تعتبر عندك محاضرة رقم 11 من محاضرات منجز الكتاب. ان شاء الله اليوم راح ناخذ بها السؤال الثالث فرع سي. السؤال الثالث فرع سي بالامتحان الوزاري يجيبوا لك اياه بطريقتين. اما يجيبوا لك اياه على شكل اسقاطات، يعني يعطيك كلمات بالمستطيل، يقول لك ذن الكلمات نزل لي اياهم بالفراغ. شلون ذن الكلمات؟ راح يعطيك اياهم مستطيل، يقول لك اكمل الجمل باستخدام هذه الكلمات من الصندوق، يعني مثل ما قلت لكم راح يعطيك مستطيل بمجموعة كلمات وانت تنزلهم بالفراغات. هذا شنو السؤال الثالث فرع سي. او بالامتحان الوزاري لا ما يجيبوا لك يا اسقاطات، لا يجيبوا لك يا اختيارات. لو دائما السؤال الثالث فرع سي بالامتحان الوزاري اغلب الاسئله الوزاريه لو يجيبوا لك يا اسقاطات كلمات مستطيل، لو يجيبوا لك يا اختيارات، يعني يعطيك اختيارات بين كلمتين. اتذكر وياي سؤال الثالث فرع سي لو اختيارات لو اسقاطات، ما اعتقد يجيبوا لك اياها الاثنين، واحده من عدل. لو يجيبوا لك الاسقاطات لو يجيبوا لك الاختيارات. من اقول لك اسقاطات ما اقصد الاسقاطات سابقا اخذناها مال التعاريف، لان واحد فرع مالت ما لنا علاقه به، قاعد اقول لك الاسقاطات المتعلقه عندك بالكتاب بالتمارين الموجوده من ضمن قطع الكتاب. فيجيبوا لك شنو اسقاطات فرع كامل او يجيبوا لك اياها على شكل اختيارات. اول ما نجي راح ناخذ الاسقاطات الموجوده عندك بالكتاب، فركز وياي بهاي المحاضره. عندك سؤال الثالث فرع سي ربما يجيبوا لك اسقاطات، يقول لك كومبليت اكمل الجمل باستخدام الكلمات الموجوده وين بالصندوق. زين نجي للكلمات، ذن الكلمات اللون هنا الازرق دي بالك من عدن لازم اسيطر عليها والجمله تكون تعرف معناتها، بحيث بالامتحان الوزاري اذا جابوا لك هي اسقاطات انت تعرفه، اذا جابوا لك هي اختيارات انت تعرفه، بحيث اذا اعطاك اختيار ويا هاي الكلمه الثانيه، هاي الكلمه ذن الكلمات يعني شو اقول لك كلهم جابوها بالامتحان الوزاري، هاي الكلمة ربما يجيبوا لك اياها اسقاط، يعني انت تنزلها من المستطيل هنا، او هي نفس الكلمة هاي يعطيك اياها كلمة ثانية يقول لك اختار الكلمة الصحيحة. عرفت الفكرة شنو؟ زين. عندك الأولى قال لك ماي براذر از فيري هارد وركينج، أخي جدا هارد وركينج مجد. هي أولويز داز اكسترا ورك، هو دائما يقوم بواجبات إضافية. واجبات إضافية دائما مثل كلمة اكسترا ورك معناتها واجبات إضافية. ما دام اكو واجبات إضافية إذن شنو إذن هو شنو مجد، يعني يقول لك my brother is very hard working، تذكر كلمة hard working معناتها مجد. زين نمبر 2 قال لك حسان was so pleased، حسان كان جدا مسرور باو when he won first prize in the poetry competition. باو حسان كان جدا مسرور عندما هو فاز بيمن بالجائزة الأولى في مسابقة مسابقة شعرية ها او بمسابقه الشعر. زين ما دام حسان مسرور اذن شنو هو اكو جائزه بالموضوع برايز تذكر. زين عندك هاي النقطه قال لك it is important to be، يقول لك انه من المهم ان تكون imaginative معناته مبدع when you are writing poems، يقول لك انت عندما باوع يجب ان تكون مبدع عندما انت تكتب شنو تكتب قصائد شعريه. باوع ما دام اكو كتابة قصائد شعرية اذا شنو اكو لازم اكو ابداع ها. زين عندك النقطة هاي قال لك the queue الطابور was so longest بمعنى يقول لك الطابور كان جدا طويل. زين came out of the door لدرجة انه كان خارج من البوابة، خارج من البوابة اذا شنو طابور. اتذكر ما دام خارج البوابة اذا شنو اكو طابور بالموضوع، اتذكر اكو طابور بالموضوع. زين نكمل قال لك هنا I have a lot of patience with a young children، يقول هنا أنا لدي الكثير من الصبر ويا من مع الأطفال الصغار، ما دام أكو أطفال صغار أكو شنو أكو صبر بالموضوع. زين His dream was to be a famous poet، باوع حلمه أن يكون شنو أن يكون شاعر مشهور، حلمه أن يكون شاعر مشهور. فهمت الفكرة؟ هاي ربما يغيروا لك اياها بالامتحان الوزاري، يعطوك احتمال من ضمن الكلمات الفوق ربما مو شاعر، يعطوك غير كلمة، احتمال يعطيك دكتور، حلم ان يكون دكتور مشهور، اذا من ضمن الاختيارات احتمال يجيبوا لك وظيفة غير الشاعر، دي بالك من عندها انتبه، يعني هيك امور نفس الجملة بس الوظيفة مختلفة ماكو مشكلة ترى. زين. زين عندك هاي النقطة قال لك would you like to come؟ باوع اذا لقيت فراغ ولقيت بعده you like، اتذكر اكو ود بالموضوع لازم تجي بالبداية. ها اذا لقيت باوع اذا لقيت بعد الفراغ مالتك او القوس المطية لقيت يو لايك يعني اكو ود بالموضوع، الفكره
بمعنى يقول له هنا هل انت فارغ يوم الخميس؟ معناته فراغه. هل انت فارغ يوم الخميس؟ اتذكر. Is Friday better for you؟ هل الجمعة، هل الجمعة أفضل لك؟ اتذكر. أخبرني إذا أنت تفضل الخميس لو الجمعة. اتذكر. زين. قل له we don't need to get tickets in advance. بمعنى يقول له هنا لا نحتاج الحصول على تذاكر مسبقا. اتذكر النيد. اتذكر إذا لقيت بعد القوس تو اتذكر أكو نيد عندك. لازم أكو نيد. ها. زين. قال لك هنا it starts إنها تبدأ at 8 o'clock. 8 o'clock دائما starts هذا الفعل دائما يجي ويا الساعات غالبا إذا لقيت ساعة موجودة مثلا 8 o'clock تلقي لك ساعة تذكر starts معناته بدأ. اتذكر إذا أكو بدأ يعني أكو ساعة وإذا لقيت ساعة يعني أكو بدأ. زين. قال لك the seats المقاعد cost كلمة cost كلفة دائما إذا لقيت بالنقطة سعر إذا لقيت بالنقطة سعر يعني هسه عندك 15000 اي كيو دي من ألقي السعر أي سعر ألقي أكو كوست كلفة اتذكر بالفراغ مالتي كلفة أو أختار كلفة. زين قال لك هنا شول أي جيت ذا تشيبست باو الشول دائما إذا لقيت بعد الفراغ الأي لقيت نهاية الجملة مالتك علامة استفهام أكو شول بالموضوع شول أي جيت ذا تشيبست افتهمت الفكرة بمعنى يقول لك هل يجب علي أن أحصل على الأرخص. زين نكمل. قال لك هنا in the first episode في الحلقة الأولى في الحلقة الأولى my brother أخي pots وضع salt الملح in my mother's tea في شاي أمي instead of sugar بدل السكر. كلمة من تلقي كلمة salt أكو لازم أكو فعل يجي بعدها شنو pots تذكر تخلي كلمة pots. ها زين قال لك هنا my brother أخي drops يقول لك أسقط things الأشياء and drops over وتعثر. زين أخي أسقط الأشياء وتعثر. قال لك now my brother falls سقط in the hotel fall هو سقط وين في بركة الفندق أخي سقط في بركة الفندق. زين قال لك then ومن ثم هو spills his drink هو أسكب شرابه and slips in the pedal وانزلق وين في البركة. بندير بالك من عتل. My brother is very clumsy. أخي جدا أغرق. زين. Go straight on. كلمة go من تلقيها بالبداية اتذكر. كلمة go من تلقيها بالبداية. اتذكر يجي بعدها اسم من أسماء الاتجاهات. يعني راح تلقي بعدها straight on. أو يعني يجي بعدها يعني هذا بالفراغ راح تجي straight on تلقيها. أو تلقي كلمة fast. ها. واحدة من عدهن وين ما تلقي لك واحدة إذا لقيت الجو جاي بالبداية بالفراغ بعدها تذكر أكو واحدة من ذني. ها عرفت الفكرة؟ زين. Go straight on until you get to a traffic light بمعنى استمر على طول الطريق حتى تصل إلى إشارة المرور. زين. When you get to the blue house turn left دائما إذا لقيت بعد الفراغ المطيكية بعد الفراغ لقيت left أو لقيت right يمين أو يسار يمين أو يسار شلون هسا عندك هاي right إذا لقيت باوع طاق فراغ ولقيت بعد الفراغ left أو right ذكر أكو turn بالموضوع معناته استدر يمين أو يسار معناته استدارة لو يمنى لو يسرى ها دائما إذا لقيت بعد الفراغ ما هذا كلمة left أو right ذكر أكو turn بالموضوع. ها زين قل لك can you tell me how to get to the library بمعنى هنا يقول لك هل يمكنك أن تخبرني كيفية الوصول كيفية الوصول إلى المكتبة كيفية الوصول إلى المكتبة. تذكرون هذا الموضوع خدناه ضمن قاعدة إذا تذكروا السؤال على الاتجاهات هاي ضمن القاعدة مالتنا Can you tell me how to get ها تذكروها زاد اسم المكان هاي نفس القاعدة بس جابوا من القاعدة عبارة عن شنو إسقاط جابوا جزء من القاعدة عبارة عن إسقاط. زين هنا نفس الحالة Go past the bookshop and on the right go past معناته تجاوز شنو bookshop معناته محل الكتب او متجر الكتب تجاوز متجر الكتب وبعدها تقول له قل له ستجدها على اليمين ها كلمه go past او go straight on دير بالك من عدهن. زين قال لك my house بيتي is next to بيتي مجاور لمن the park للحديقه
بيتي من جاور الحديقة، اتذكر next to، خاف يجيبوا لك يا فراغ الاختيارات. قال لك هنا how فراغ will it take، باوة من تلقى الـ how اتذكر اكو خاف تلقى بالاختيارات long، نزلها يمها how long، how long دائما نشتغل عند النسوة. زين قال لك هنا school is got opportunity to prepare for a university education، بمعنى يقول لك المدرسة المدارس الجيدة أو المدرسة الجيدة شنو؟ فرصة، فرصة، خاف يجيبوا لك إياها اختيارات وسقاطات. المدارس الجيدة هي شنو؟ فرصة، اتذكر المدارس الجيدة هي فرصة. زين فرصة لمن؟ للتحضير للتعليم الجامعي. زين نكمل. At university في الجامعة some courses، بعض الكورسات are quite easy، بعض الكورسات تكون يقول لك نوعا ما سهلة، بينما الأخرى تكون very difficult، صعبة. هاي خليت جواها خط والمربع دي بارك معدها، ربما هي هاي هم يجيبوا لك على شكل اسقاط، لو هاي هم يجيبوا لك على شكل اسقاط، يعني ما يجيبوا لك يعني اثنيناتين، يجيبوا لك واحدة من عدل، لو هاي لو هاي. الكورسات ربما تكون سهلة أو تكون شنو؟ صعبة. زين نكمل. قل لك modern universities، يقول لك في الجامعات الحديثة have a good sport facilities، بمعنى يقول لك في الجامعات الحديثة يقول لك تحتوي على مرافق رياضية جيدة، مرافق رياضية جيدة. زين ذكر. زين قال لك هنا wages and some jobs are not very high، يقول لك هنا الأجور، كلمة الأجور دي بالك من عدها، يقول لك الأجور في بعض الوظائف لا ليست عالية، الأجور في بعض الوظائف jobs ليست عالية، اتذكر wages. زين نكمل. قال لك some people، بعض الناس complain، يقول لك بعض الناس يشكون that they don't have enough money، يقول لك بعض الناس يشكون من عدم كفاية المال، اتذكر بعض الناس يشكون من عدم كفاية don't have enough money، ها اتذكر. زين قال لك هنا you can get advice on a good job for a careers officer، قال لك هنا يمكنك الحصول على طبعا نصيحة حول وظيفة جيدة، نصيحة حول وظيفة جيدة من مستشار careers officer، مستشار الوظائف. من تلك كلمة careers اتذكر اكو شنو؟ اكو officer. زين قال لك هنا it is definitely a good idea to study hard for the future، بمعنى يقول لك من الواضح، من الواضح انه فكره جيده بالتاكيد عندما تدرس بجد للمستقبل، ها عرفت الفكره. زين نكمل. قال لك airbags، قال لك هنا cars have، السيارات تحتوي على شنو؟ السيارات تحتوي على الايرباجز، سيارات تحتوي عليها من على الايرباكس so that people can be safe in a crash، تذكروا هاي ضمن اخذنا موضوع السو الذات اذا تذكروا باوع جابوا لك اياها هذه النقطه نفسها جابوا لك اياها ضمن الاسقاطات. زين زين عندك هنا قال لك I need spectacles to see clearly when I'm reading، بمعنى يقول لك هنا انا احتاج المن للنظارات عندما ارى بوضوح، عندما شنو اقرا، ها فهمت الفكرة؟ أرى بوضوح، ما دام أكو أرى بوضوح يعني أكو نظارات بالموضوع. زين قال لك I have look after، أنا يجب أن أعتني، كلمة look after معناتها اعتناء، يبارك من هذا الفعل كلش مهم. أنا أعتني ب my sick mother، أنا أعتني بأم المريضة، دائما الاعتناء يبارك من هذا الفعل، أنا أعتني بأم المريضة، أنا دائما أعتني بأم المريضة. كلمة مرات يغير لك I have، مرات يجيب لك غير أسماء، بس كلمة look after معناتها الاعتناء، ودائما لا اكو اعتناء يعني اكو مرض اكو فشي. زين قال لك هنا my brother is very، لاحظ قال لك اخي جدا نوتي معناتها شقي، جدا شقي، اخي جدا شقي and causes a lot of problems، يقول لك هنا اخي جدا شقي هو يسبب الكثير من المشاكل. زين نكمل. زين قال لك هنا a bat is not a bird، يقول لك الخفاش ليس طائر، الخفاش ليس طائر but it can fly like bird، يقول لك هنا الخفاش ليس طائر بل يستطيع الطيران مثل الطيور،
فلاي، كلمة فلاي دي بارك معدها. زين، الخفاش ليس طائر بس ليس يستطيع الطيران مثل الطيور. هاي الفلاي دي بارك خاف جيب لك يا اختيارات. زين زين، قال لك هنا owls hunt and kill small animals at night. يقول لك البوم باوة يصطاد ويقتل، البوم يصطاد ويقتل small animals الحيوانات الصغيرة at night في الليل. البوم يصطاد ويقتل الحيوانات الصغيرة وين؟ في الليل. زين، عندك هنا قال لك if you put your foot on a snake، إذا وضعت قدمك على أفعى، إذا أنت وضعت قدمك على أفعى it will bite you، هي ستعضك، سوف تعضك، سوف تعضك. زين، دير بالك. زين، نكمل. produce milk، يقول لك هنا أنا الأبقار والماعز تنتج الحليب. يقول لك الأبقار والماعز تنتج الحليب. مرات جابوا بالامتحان الوزاري هي نفس النقطة، قالوا لك تنتج لو تصنع، جابوا هاي الكلمة ويا كلمة ثانية، الأبقار والماعز تنتج لو تصنع. اتذكر كلمة produce معناتها تنتج الحليب. ها، قال لك هنا elephants الفيلة grow very big، تنمو أو تكبر كبير جدا. زين، butter takes many years، يقول لك ولكن يستغرق الأمر عدة سنوات. اتذكر خاف يجيبوا لك هاي على شكل اختيارات او يجيبوا لك اياها على شكل اسقاط. زين، نكمل. ذا قال لك the caliph of Egypt needed ابن الهيثم، بمعنى يقول لك ان انا الخليفه احتاج لابن الهيثم لمن؟ لتنظيم فيضانات، لتنظيم فيضانات نهر النيل. زين، قال لك هنا 40 species، بمعنى يقول لك 40 صنف او نوع من الطيور birds can be found in the marshlands، يقول لك هنا 40 نوع من الطيور يمكن العثور عليها في الأراضي الرطبة. زين، قال لك هنا السودان، السودان is the world's main producer of Arabic gum، بمعنى يقول لك هنا السودان هو أكبر منتج المل للصمغ العربي، الصمغ العربي. اتذكر بارك من هذا الصمغ العربي. زين، قال لك هولندا is very flat، يقول لك هنا هولندا مسطحة، هولندا مسطحة، so people very often ride bicycles، يقول لك لذلك يركب الناس الدراجات هناك بشكل متكرر. زين، قال لك football is the top sport، يقول لك رياضة القدم top sport in many countries، يقول لك كرة القدم هي الرياضة الأولى، بمعنى كلمة أولى يعني القمة، رياضة كرة القدم هي الرياضة الأولى وين؟ في العديد من البلدان. زين، قال لك many falconries are ride in the desert and valleys of مثنى، يقول لك هنا العديد من الصقارين يصلون إلى صحاري ووديان المثنى. زين، نكمل. قال لك علي has a lot of patients with young children، تذكرون هاي النقطة من الساعة نغير، شنو نغير بها؟ قلت لك الاسم مرات يتغير. علي لديه الكثير من الصبر مع الأطفال الصغار، مساء ايش مكتوب؟ قال لك انا لدي الكثير من الصبر. قلت لك دير بالك مرات يتغير الاسم، مو شرط الاسم بالبدايه يتغير، بس هي النقطه تبقى هي نفسها. ها، عرفت الفكره؟ زين، نكمل. قال لك هنا عندك هنا قال لك ساره has to، ساره يجب ان تكون look after، ساره يجب ان تعتني بهيسك مدر، ساره يجب ان تعتني بامها المريضه. لاحظ هنا الاسم تغير، تذكروها مو؟ ها، قلت لك look after، باوع نفس النقطة تغيرت. زين، قال لك هنا رافل is afraid of dogs، رافل is afraid of dogs، باوع رافل كلمة afraid هاي الكلمة ما تلقيها قبل الفراغ، خاف يعطيك فراغ، هنا يعطيك فراغ بهاي الكلمة، وتلقي قبل الفراغ ما تلقي كلمة afraid، لازم اكو off بالموضوع، لازم اكو off بالموضوع. ها، afraid of، afraid of. زين، قال لك هنا the person who takes care of sick animals is called a vet، بمعنى يقول لك هنا الشخص الذي يعتني، كلمة الاعتناء ترى هاي مرادفة هاي، معناتها الاعتناء، هاي معناتها اعتناء وهاي معناتها اعتناء. يقول لك هنا الشخص الذي يعتني بمن؟ بالحيوانات المريضة، كلمة الاعتناء بالحيوانات المريضة لها carers care. باو قال لك يسمى شنو؟ نسميه البيطري، عرفت الفكرة؟ زين، قال لك لوسي
really enjoyed filming the latest episode because يقول لك لوسي حقا استمتعت بتصوير الحلقة الأخيرة بتصوير الحلقة الأخيرة لأنهم ذهبوا جميعا في كعائلة في عطلة. زين قال لك هنا أنا مريم showed look after مساء أخذنا هذا الفعل معناته يحتني. مريم يجب أن تحتني بمن بأخيها little brother while her mother is away from home. بمعنى يقول لك هنا أنا مريم يجب أن تعتني بمن بأخيها الصغير بأخيها الصغير بينما أمها كانت بعيدة من البيت. زين نكمل. قال لك إنها most of the population in Libya living and around the capital Tripolis. باو يقول لك معظم سكان ليبيا يعيشون وين حول العاصمة طرابلس. زين نكمل. قال لك في عام 2000 في 2015 في عام 2015 اليونيسيف سيلبريتد احتفلت بمن ابن الهيثمز اتشيفمنت ان اوبتكس ماث اند استرونومي. بمعنى يقول لك هنا في عام 2015 اليونيسيف احتفلت بمن بانجازات ابن الهيثم في البصريات والرياضيات والفلك. زين قال لك هنا فوتبول كرة القدم is the most popular sport in many countries including Iraq, the USA and the UK. بمعنى شو يقول لك هنا؟ يقول لك كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية. كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية في العديد من البلدان التي تتضمن العراق والإمارات وتتضمن عندك المملكة المتحدة. زين عندك هنا قال لك I found a pair with a broken wing in your garden. يقول لك هنا أنا وجدت طائر بجناح مكسور. دير بالك كلمة جناح. بجناح مكسور في حديقتنا. أنا وجدت طائر بجناح مكسور وين في حديقتنا. زين قال لك هنا her brother is very clumsy. بقى هاي الكلمات بقى هي نفس الجملة بقى ملاحظين ذني شو قريته هنا هي يشابهن. أخوها جدا هو كانت بداية الكلمة تلقيها ودائما ما أخي جدا شنو أغرب. هنا قال لك أخوها is very clumsy and always having silly accidents. هو دائما يسبب كثير من المشاكل. زين نوال is helping people in her city to have healthy teeth. يقول لك تساعد نوال الناس في مدينتها للحفاظ على أسنانهم صحية. عندك هنا قال لك his novel was translated into Latin and many languages. يقول لك هنا أنا الرواية يقول لك الرواية ترجمت إلى اللاتينية والعديد من اللغات. الرواية ترجمت إلى اللاتينية والعديد من اللغات. زين قال لك هنا إبراهيم درس زولوجي معناته علم الحيوان at Cairo University. يقول لك في جامعة القاهرة إبراهيم درس زولوجي معناته علم الحيوان. اتذكر إبراهيم يدرس علم الحيوان وين؟ جامعة القاهرة. زين قال لك هنا young people should be praised. يقول لك يجب أن يشيد بالشباب when they help older generation. بمعنى يقول لك هنا يجب أن يشيد بالشباب عندما شنو يساعدون في تقديم المساعدة للجيل الأكبر. قال لك هنا the new clinic of Nawal Ramzi used modern equipment. بمعنى يقول لك هنا تستخدم العيادات الجديدة لنوار رمزي بتجهيزات حديثة. زين قال لك هنا هو وضع تتذكر هاي نفس النقطة بس محاورين بها. قال لك هو وضع الملح بدل السكر في الشاي حان وكانه مذاقه أو كانت النتيجة شنو أفضل فظيعة. زين قال لك هنا he titled tools as the questioners topic. بمعنى هنا يقول لك يخبرنا العنوان بموضوع قال له topic معناته استبيان. زين قال لك هنا the introductions explains the title. راح تخلي بالفرق title باوي يقول لك يوضح المقدمة قال له العنوان. يوضح المقدمة العنوان. قال لك هنا it tells us what we were learning if we answer راح تقول له questions. اتذكر
يقول لك نا يخبرنا ما سنتعلمه إذا أجبنا عليه من على الأسئلة. أجبنا عليه من على الأسئلة. زين قال لك هنا the questions ask what we would you in five situations. يقول لك هنا تطرح الأسئلة ما سنفعله في خمسة شنو خمس حالات. ها خمسة حالات. زين نكمل. قال لك the final part tells us how to get point. Point معناته نقطة. يقول لك هنا الجزء النهائي يخبرنا كيفية إعطاء النقاط. زين and explains the meaning of the possible scores. بمعنى يقول لك هنا الجزء النهائي يخبرنا كيفية إعطاء النقاط ويشرح معنى الدرجات الممكنة. زين قال لك هنا the wise man said. قال الرجل الحكيم. الرجل الحكيم قال you left a lesson for every son. يقول لك هنا أنت تركت درس لكل ابن and وأمل her for every father وأمل لكل أب. زين نكمل. قال لك هنا if someone is unable to walk easily. يقول لك الشخص الذي لا يستطيع المشي بسهولة he many need a wheelchair. بمعنى يقول لك الشخص الذي لا يستطيع المشي بسهولة هو يحتاج إلى wheelchair يعني هذا كرسي متحرك. لا يستطيع المشي إذن أكو كرسي متحرك. ها عرفت الفكرة شنو؟ زين عندك هنا قال لك could you please provide me assortment of sandwiches. بمعنى يقول هنا هل بإمكانك أن تزودني بمجموعة من السندويشات. عندك هنا قال لك the same fiber can be found in hot and dry countries. يقول لك هنا بمعنى تجي الأفعى الرملية أو الثعبان الرملي يمكنك أن تجده وين في البلدان الحارة والجافة. زين نكمل. قال لك I bought a new skateboard yesterday. يقول لك أنا اشتريت البارحة لوحة تزلج. I have been saving up for 6 months. يقول لك كنت أدخر له منذ 6 أشهر. زين هاي الدخار كنت أدخر له منذ 6 أشهر. زين قال لك هنا can you help me هل يمكنك مساعدتي. I'm too weak. أنا جدا ضعيف لحمل carry that box لحمل هذا الصندوق. أنا جدا شنو جدا ضعيف لحمل هذا الصندوق. ما دام أكو حمل أكو شنو أكو ضعف. اتذكر هنا. زين قال لك هنا I'm sometimes I sometimes أنا بعض الأحيان like horror stories. يعني يقول لك أنا بعض الأحيان أحب القصص المرعبة. But this one was strange. يقول لك ولكن هذه كانت شنو غريبة. عرفت الفكرة؟ زين قال لك هنا people who live in London usually travel by. يقول لك الناس الذين يعيشون في لندن يسافرون باي. اتذكر هاي وين مر عليك؟ تذكرون الضمائر خدناها ترتيب الظروف ظروف الحال وظروف التكرار. هذا الفاعل بالبداية الناس الذين يعيشون في لندن هاي هذا الفاعل. ها تذكرتوه؟ وهذا اجى شنو بعده؟ اجى بعد الظرف تكرار وبعد اجى الفعل وبعد الفعل كان عندي ظرف الحال. اذا قلت لك ذن يشتغلن ويا ظرف الحال. باي underground معناتها مترو. مترو يقول لك هنا الناس الذين يعيشون في لندن عادة يسافرون المن يسافرون بواسطة المترو إلى العمل. ها افتهمت الفكرة؟ زين قال لك the story القصة was called تسمى trouble forest. القصة تسمى الغابة المرعبة. القصة تسمى الغابة المرعبة. زين قال لك cars have airbags السيارات التي تمتلك airbags. لاحظ النقطة مستعجبوا هنا الفراغ تذكروها مو نفس النقطة وغيروا نفس النقطة خلوا الفراغ هنا. دي بالك كان دائما ليش أقول لك الأسئلة التعريف أو الكلمة الجملة اللي يعطيك إياها أو الجملة الموجودة حاول كلها تفسخها. احتمال مثلا بالامتحان الوزاري لاحظ هو نفس النقطة كان الفراغ هنا لا خلوا الفراغ هنا هي نفس النقطة غير لك المكانات مالتها بحيث أنا ليش أنا أقول لك دائما خلي تركيزك على الجملة كلها خاف يجيك من عندها يغير لك مكان الفراغ. زين نكمل.
قال لك السيارات التي تمتلك الاير باك سو يو كان بي سيف، تكون امنه عند الاصطدام او وقوع الحادث. زين نكمل. قال لك نيوز اباوت ارت، يقول لك اخبار عن الفن، بلايز المسرحيات، بينتينجز الرسومات الى اخره، نسميها شنو فن ارت. قال لك ان انا سماره برادر، اخو سماره از هو اكبر اكبر ذان هي، اكبر منها. دائما لذلك جاءت الذان قبل الفراغ مالتك، لذلك جاءت الذان يعني اكو صفه مقارنه بها اي ار من ضمن الاختيارات مالتك، دير بالك. قال لك هنا the fastest bird، اسرع الطيور. اسرع الطيور وين في العالم؟ فولكن الصقر، الذكر. اسرع الطيور الصقر. زين نكمل. زين قال لك هنا thanks that a country produces and sells to other countries exports، بمعنى يقول لك هنا أنا لاحظ وياي، يقول لك الأشياء التي تنتجها الدولة، الأشياء التي تنتجها شنو الدولة وتبيعها المن لبلدان أخرى نسميه شنو تصدير. دي بالك من هاي النقطة. قال لك هنا I am painting a picture، بمعنى يقول لك أنا أقوم بمن بالرسم الصورة، من أجل for the school competition، من أجل أرسم صورة، من أجل شنو مسابقة المدرسة. ها فهمت الفكرة. زين قال لك هنا if you get a better job، أنت إذا حصلت على وظيفة جيدة you can learn more money، يمكنك أن تكسب الكثير من المال. ها عرفت الفكرة. قال لك هنا if you drive، يجب أن تسوق carefully بحذر، you might above an accident، يقول له هنا يجب أن تسوق بحذر قد تتجنب الحوادث. زين نكمل. قال لك she likes the art lessons، هي تحب دروس الفن. زين قال لك هنا she is really creative، بمعنى هي حقا مبدعة، راح تخلي بالفراغ مبدعة، دي بارك من ذني. نكمل. قال لك هنا إذا أنت وضعت على قدمك على أفعى هي شنو ستعرضك تكرار. قال لك هنا أنت يجب باوة you should always drive، أنت يجب أن تسوق بمن careful بحذر. لاحظ تشابه بس هنا أكو اختلاف شوي بالجملة. قال لك هنا the triple forest، الغابة المرعبة، was her story، الغابة كانت قصة مرعبة. هاي الجملة مو أخذناها بالساعة، كان هذا الفراغ لحظوية. ولو أتعبكم أنا ولا المحاضرة صارت خاف تصير عليك طويلة، بس عمدة راح أرجع لك شوية. لاحظوا ياي نفس النقطة راح أرجعك عليها، لاحظ هاي النقطة مو هي نفسها لو أنا مشتبه، هاي جابوها بهذا الشكل ورجعوا جابوها، سوري رجعوا جابوها بهذا الشكل. لاحظوا ياي جابوها بهذا الشكل، هي نفس النقطة بس غيروا بيها. فدي بالك ليش أنا أقول لك دائما النقاط شوية ركز عليها. زين قال لك هنا I was born، أنا ولدت وين في فرنسا، أنا ولدت وين في فرنسا، so my first language is French، لذلك لغتي الأولى هي شنو الفرنسية. دي بالك لو الفرنسية هاي لو فرنسا لو الفرنسية، دي بالك من عتين ذني. قال لك هنا أنا I usually cook American food like hot dogs because I am from the USA، يقول لك عادة ما أطبخ طعام أمريكي مثل الهوت جودز، معناتها ال تجي شلون عندنا الهوت دوكس، تجي شلون النقانق، بيكوز لاني من الولايات المتحده الامريكيه. زين قال لك هنا أنا مدريد عن بارسل يعني يقصد بها برشلونه عن اشبيليا ار فيموس سبانيش تورست سيتيز، يقول لك هنا أنا البرشلونه ومدريد واشبيليا يقول لك هنا هي تعتبر مدن سياحيه وين شهيره وين باسبانيا. ها عرفت الفكره. هذن احنا سابقا اخذناها ان لا تذكرون الكواتي وريلي، يقول لك البانثا سياره البانثا از فيري فاست، سياره البانثا حقا سريعه، حقا سريعه. اذا تذكرون اعطيتكم اياها اختيارات، قلت لك ترى يجيبوا لك يعني ربما اختيارات او ربما ضمن اسقاطات، دير بالك من عتن. It has a really beautiful، هي تمتلك شكل جميل حقا، ذكرون ذني. I think this is quite a cheap car، a cheap bike العفو،
انا اعتقد بانه كوايت تشيب بارك. انا اعتقد قل له انا اعتقد ان هذه الدراجه رخيصه الى حد ما، رخيصه الى حد ما. قل لك the exam was quite difficult، يقول لك الامتحان كان صعبا الى حد ما. I think safety is really important، يقول لك هنا انا اعتقد السلامه مهمه حقا. زين قال لك هنا I bought my phone 3 years ago so it's old now. My dad's quite 7 years old. Quite. قال لك هنا a dentist gives you good advice about how to look after your teeth. يقول لك هنا طبيب الأسنان يعطي نصائح حول كيفية الاعتناء بمن بأسنانك. يقول لك هنا Faris won silver medal. فاز بميدالية فضية in the race last week في السباق الأسبوع الماضي. قال لك Avid is a person who takes care of sick animals. يقول لك هنا البيطري الشخص الذي يعتني بما من الحيوانات المرضى. يمكن هاي مرت علينا المرة الثالثة أعتقد، هاي الثانية. البيطري مرات يعطيني الاختيار الفراغ هنا بالبيطري ومرات يعطيني الفراغ بهذا الفعل، دير بالك. زين قال لك هنا الدكتور is someone who works in hospital or surgery and helps. بمعنى يقول لك ان الطبيب الشخص الذي يعمل وين في المستشفى او العياده ويقوم بالمساعده. زين لان دي بالك من عندهم بالامتحان الوزاري جميعهن انا اضفت لك اياهن وترجمت لك اياهن. حاول من تقرا النقطه اقراها بشكل تفصيلي، ربما يكون الفراغ بهذا اللي اشرت لك اياه وفق ما جايبيه بالامتحان الوزاري ووفق ما هو موجود عندك بالكتاب. ومرات بالامتحان الوزاري هي نفس النقطه يقوم تلعب لك بها. انت ما دام عندك معرفه وسابقا قارئ حتى لو يتلعب لك بها يمنى يسرى يغير لك بها شغله انت راح تعرف الجواب مالتها. طلابنا الاعزاء ان شاء الله تكونوا استفاديتوا من هالمحاضره وان شاء الله نشوفكم بالمحاضره القادمه. في امان الله.